ولويس سواريز صاروخ لا يصد ولا يرد ويسجل لينفرد بالهدافين بسبع اهداف. بقى سبعة. ميسي ستة وطبعا جريزمان ستة وهدف التعادل في هذا اللقاء الممتع من جانب الفريقين. لويس سواريز يعود وادي امام ديجو الفيز ولويس سواريز ايه يطلق صاروخ لا يصد ولا يرد. دييجو ألفيش وادي امامنا محاوله الضغط في اللقطه الماضيه من ايمن عبد النور، لكن ايه لويس سواريز بالشمال لمست الكوره وراحت في المرمى، صعبه جدا على دييجو ألفيش. الاورجواني ادي امامنا والنجم